في مشهد الوحي أيضا يتجلى لنا مشهدا آخر عظيم لا يقل عظمة عن قيمة العلم، وهو المشهد الثاني صناعة المعروف. صناعة المعروف لا أجل منها في الدنيا، مفيش حاجة أبدا أجل من صناعة المعروف. يعني لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالطاعة والعبادة قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، لكن تصور آخر الآية وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعل الخير عظيم سار عليه أكابر الخلق، فعل الخير عظيم سار عليه أكابر الخلق. وسيدنا النبي عليه السلام يعني حببنا في الموضوع ويقول لنا على حاجة غاية في الجمال، والصنائع المعروف تقي مصارع السوء أي مواطن الزلل، لا تسرع في موطن الزلل. لما يكون في موطن فيه سوء والعياذ بالله رجلك ما تزلش، ربنا يحميك، وانت تقول لنفسك أنا مش عارف وربنا جبر بخطري. صراحة الموضوع ده كان وحش قوي صراحة، بعد ما مشيت من الموضوع تقول اللهم لك الحمد ان انا ما تورطتش في الورطة دي. ايه اللي خلى الحكاية دي كده؟ يوم سيدنا بيقول لي صنائع المعروف، انت بتصنع معروف وانت مش عارف يعني ايه النتيجة ولا ايه الموضوع ولا ايه، وانت ماشي تبسمك صدقة، تعين واحدا على امره صدقة، ترشد جاهلا صدقة، تصنع لأخرق صدقة، تصلي ركعتين في جوف الليل صدقة، تصلي ركعتين في أول النهار في الضحى، كل هذا من باب أنك تفعل خير دون ما أن تحسب لذلك حسابا. لذلك ربنا قال وافعلوا الخير. فالسؤال لمين؟ قال لأي حد، لمسلم ولا لغير مسلم، للكبير ولا للصغير؟ قال وافعلوا الخير. خير مادي ولا خير معنوي؟ قال وافعلوا الخير. للرحم ولا للغرباء؟ قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يبقى أنت وإنت ماشي كده موضوعك كله إيه؟ أنا بتاع خير، لا يرى الناس من جانبي أي شر، ويأمن الناس جانبي في كل موضع في كل لمحة وعند كل نفس، لا يرى الناس منك إلا الخير والبر والمعروف. ده اللي كان مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من بدايته حتى نزول الوحي، هو فعل الخير ده. لذلك لما نزل الوحي عليه في المشهد بقى ترجع قال فذهب إلى خديجة وهو يقول زملوني زملوني، وبعدين تقول له السيدة خديجة تقول له في إيه؟ يقول لها لقد خشيت على نفسي، حاسس إن في حاجة غريبة في موضوع، أنا قلقي واضطرابي هنا أن يكون الأمر على غير العادة الشريفة، أنا في حالة من الشرف وحالة من العلو وحالة من الرقة الروحانية، مش عارف الكلام ده يمشي إزاي. السيدة خديجة قالت له إيه؟ لا كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يا سلام، والله أيوة لا يخزيني أبدا الأيام دي ولا الأيام اللي جاية. قالت له آخر العمر، أنت صاحب فضل وصاحب إحسان، يدك طولة، كريم الأخلاق، أنت أزكى الأزكياء وأكمل الكملة وسيد هذه المخلوقات، كيف يصيبك مثل هذا؟ لا تخشى، لا تخف. طب انت يعني الاستدلال الجميل ده منين؟ قولي كده. فالسيدة خديجة شوف الرجاحة، شوف العقل والاتزان، لما ربنا يهب انسان رجاحة عقل وكمال الاستدلال وفهم عجيب لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الصفات دي لما تجتمع في واحد يا محمد لا يمكن ابدا ان يكون حاله الا حال شريفه، ولا بد ان تكون طريقته طريقه منيفه مرضيه راضيه، لانه لم يسعى طيله حياته الا في خير، ولم يبذل من نفسه للخلق الا الخير. الاستدلال ده عجيب من السيده خديجه، عنوانه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.